ليوسف حافظ الفرقه قفل على مفاتيح اللعب؟ والله بص طبعا هو يعني انا بالنسبه لي ما قلقش من التاخر المكسب من عدمه، لان في النهايه انت بتكسب وده المهم. مباراه 90 دقيقه ومن حقك في اي وقت انك انت تقدر تكسب، ده مهم وده اعتقد شيء جديد يمكن احنا حابينه. مش مهم انت بتكسب امتى، المهم انك انت بتحقق المكسب. دي اول حاجه. طبعا اكيد الكابتن اسماعيل يوسف النهارده طبعا حافظ في نادي الزمالك، لان بقى كان بقاله اكتر من سنه ونص او سنتين حافظ مفاتيح اللعب وكده. اما انا بقول الاجهاد اللي احنا بنمر بيه كلاعيبه نادي الزمالك او اغلبيه لعيبه الدوري كلها، لان احنا بنلعب كل 3 ايام بطوله افريقيا ماتشات صعبه، اعتقد ده مأثر على الاداء بشكل كبير. ففي النهايه وصلنا اللي احنا عايزينه، الحمد لله حققنا الثلاث نقط اللي هو المكسب اللي بيساعدنا او بيدينا دفعه معنويه كويسه. نقطه الترسانه يوم الاربعاء جاي، يعني بطوله لبطوله، يعني بدايه في بطوله كاس مصر، شايفها ازاي؟ انا قلت لك طبعا هو الصعوبه اللي قبل وبعد طبعا، اللي كمان دخلنا في كاس مصر دلوقتي انما ان شاء الله باذن الله اعتقد ان مهمه بالنسبه لنا وصلنا اللي احنا عايزينه. الحمد لله احنا عندنا كذا كويس برضه، لان احنا اللي هو لنا يدرس يساعد اللي هو تحقيق بطوله بيه اللي تدرى معنا كويس. يعني بطوله لبطوله، يعني بدايه بطوله كاس مصر، شايفها ازاي؟ انا قلت لك طبعا هو الصعوبه اللي احنا بنواجهها طبعا ان كمان دخلنا في كاس مصر دلوقتي، انما ان شاء الله باذن الله اعتقد ان مهمه بالنسبه لنا وهنكمل هنأدي فيها بشكل كويس برضه، لان احنا عندنا هدف اكيد هو تحقيق بطولات نادي الزمالك في الموسم ده. عندنا بطوله الدوري قاضيين ان احنا ان شاء الله باذن الله نحققها، كمان بطوله الكاس والبطوله الافريقيه نوصل للادوار اللي هي المربع الذهبي، وبعد كده نبدا نفكر ان شاء الله في نهايه الدوري. قرعه دوري ابطال افريقيا وهو الزمالك مع الاهلي، كامل احترام لكل الفرق بما فيهم النادي الاهلي، لاني اعتقد ان كل الفرق كمان هتحترم نادي الزمالك، لان احنا بقى عندنا الحمد لله فرقه كويسه وفرقه مميزه. احنا ما بنبصش مين الفرق، او انا شخصيا انا راجل بقول دايما حتى في كاس الامم لما كنا بنكسب كل البطولات ما كنتش ببص الكاميرون، نيجيريا، غانا، المهم انك انت تعدي كل الفرق اللي موجوده او تحقق اكبر عدد نقط عشان تقدر انك انت توصل، وده اللي احنا بنسعى ليه، وده اللي احنا الهدف بالنسبه لنا ان احنا نتعلم من قبل كده ان احنا نحقق اكبر عدد نقاط ونوصل ان شاء الله باذن الله لنهايه. فريق اورلاندا بطل جنوب افريقيا واللي معكم في المجموعه على موقعه الرسمي بعد القرعه قال لا نخشى الزمالك ولا نخشى سواء في المجموعه سواء الاهلي ولا نعرف تاريخ الزمالك افريقيا. معلش يعني خلي كل واحد يتكلم زي ما عايز، وهي طبعا دي بتبقى حرب اعصاب والكلام ده وكده، انما احنا يا ريت هو ما عرفناش دلوقتي، انما يعرفنا ان شاء الله باذن الله في الماتشات اللي احنا بنلعبها واحنا بنكسب باذن الله ان شاء الله. اخيرا السيد ممدوح عباس رئيس مجلس اداره النادي قال احرص على التجديد للصقر، اول لاعب هجدد له. شيء كويس طبعا. انا على المستوى الشخصي اكيد الاستاذ ممدوح عباس انا عارف ان راجل طبعا بيحب نادي الزمالك وراجل بيبذل مجهودات كويسه، ولكن مهم ترجمه الكلام لفعل، لاني اعتقد ان الاهم من التجديد هي الفكره، مش فكره التجديد من عدم، الفكره فكره ان انا ليا مستحقات بقالي موسمين دلوقتي.